نكمل محاضرتنا. رمز السولوشن فروم ريلاكسيشن، افرض انه احنا طلعنا الحل مات القلبي. هذا الحل بامكاني ان اسوي له راوند، وراوند شو معناها؟ اقربه لو الاعلى قيمه لو الاصغر قيمه، مثلا النص لو اقربها للصفر لو اقربها للواحد. بنصب الخمسه هنا 2 5. Many relaxations produce optimal solutions that are easily rounded to good visible solutions for the full model. احنا نقول لك انت من سويت relaxations بعض الاحيان يعطيني الموديل optimal solution، الا اذا انت سويت له تدوير راح يعطيك good visible solution للاصلي. هذا الشيء اللي حكيته قبل شويه. وهذا المثال، هذا المثال تلقيه بوينستون، كتاب بوينستون، مثال 4 بواحدة من الصفحات. نلاحظ دالة الهدف تعظيم عندنا هنا، تعظيم دالة، والقيد هذا عندك، والقيمتين هنا هن أكبر أو يساوي صفر، وانتجر معناها ينتمي الزد والصفر واحد من ضمنهم. خلينا نشوف الفيزبل ريجن هنا. طبعا تقدر ترسمها أول شيء، والرسم هيات هنا أنا حطيت لك إياه. هذا رسم القيد، شوفه، هذا الرسم مالت القيد مالتك. هسه كل النقاط لو اعوض كل النقاط اللي هنا اقدر اعوضها، هي هاي النقاط واللي تقدر تحقق لي، العفو، هاي النقاط اللي بالداخل هذن كلهن، هاي النقاط حياتها 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1. ها هي عندنا فقط 6 نقاط، 6 نقاط انتجر فقط بالمنطقة مالتنا. لكن لو اريد اسويها هسه ريلاكسيشن واسوي القلبي مالتها، راح تصير المنطقة اوسع، واحتمال احصل كثير من النقاط لانه صارت كونتينوس على مود اقعد احلها. احتمال يعني باي انسبكشن بهالطريقة هاي، احتمال يعني اذا طريقة عددية انيوميريشن راح احتاج وقت طويل، حيل طويل، وراح يكون عندي كومة نقاط لازم اتشيك. عموما فللأسئل طريقة نايف، هاي تعتبر نايف يعني بسيطة، ابسط طريقة هي الراوندين. ايش راح اسوي؟ راح بالنسبة للانتجر راح اعوضهن كلهن بالدالة الهدف اللي يدن تعطيني الماكسيمم، هي 0 0 3 0 3 هياتها دالة الهدف. احنا 0 واحنا عوض 3 يطلع لك 33. هاي تعطيني هاي النقطة هياتها انطتني اعظم شيء، وهي طبعا من اعوضها هنا 0 وهنا 3 يطلع لي 12 اقل من 13. يعني القيد مالتك الكونسترينت متحقق، لانه دائما تريد انت تاخذ لك نقطة لازم تحقق الكونسترينت. هنا طبعا تقدر النقاط كلهن يحققن الكونسترينت ضمن الجسم، ضمن الفيزبل ريجن. قول حليناها هسه بالقلبي، بالقلبي من حليته شو انطاني؟ انطاني هاي النقطة، انطاني 13 على 7 0 هياتها، انطاني هاي احسن حل اللي هي بالضبط هذا، وين نهاية الخط هنا تطلع تقريبا 1.8 إذا تريد تقسم 13 على 7 بهالحدود قبل نقطة 2. هاي طلعت أحسن حل. طيب أنا هاي ما أريدها انتجر، سويتها قربتها، قربتها لأعلى شيء فطتني 2، نطتني هاي النقطة 2. بس انتبه على 2، النقطة 2 0 صحيح بالريلاكسيشن هي نطتني حل أحسن حل، لكن هي تعتبر انفيزبل للانتجر بروجرامينج، فما راح تدخل بالحل، راح تنرفض لانه شنو؟ لانه انفيزبل بالنسبه له. وبالامكان هم ناخذ 1 0 ونشوف هم نفس الشيء، 2 هن مطنين الحل الامثل بالنسبه للانتجر. فمو دائما الراوندين مو دائما تعطيني الحل
الصحيح. فالهسب بيقول لك the heuristic optimum may not be truly optimal، لأن هذا يعتبر هسل من دورته، هذا يسموه heuristic. حل أمثلة هي بواسطة heuristic حصلنا، فيقول لي heuristic يعتبر مو دائما ينطيني الحل الأمثل الصحيح. شنو معنى heuristic؟ عندنا طرق الحل، أكو طرق exact مثل simple x أخذتها، دائما من تريد تحل تطيق دائما نفس النتيجة، وأكو heuristic ما تطيق الحل الأمثل، تطيق near optimal، حل قريب للحل الأمثل. شنو السبب ليش يستخدموه بالانتجر بروغرامين أو الميكس انتجر بروغرامين؟ يستخدموه لأنه أكو بعض النماذج احتمال تحتاج لها فد ألف variable، أو عندك ألف أو ألفين قيد، فهاي حلها يصير صعب. أولاً تأخذ لها وقت كبير، لاحتمال تعلق الحاسبة عندك وما تقدر تغطي هاي عدد من الفاريبلز، أو أنه تقدر تأخذ وقت طويل أو شنو، أو أصلاً يضيع الحل وما يطلع الحل عندك. فلهالسبب شو يسوون؟ هم عندهم خيارين، يا أما يكون عندك حد دقيق وخلي ياخذ وقت حيل طويل 3-4 أيام، يعني اكو فد مسألة تقريبا هن كم قيد 10 قيد اعتقد وكم فيربل وياخذني 3 أيام، او انت شنو تاخذ الحل مو دقيق بس وقت كلش قصير. فشي تسوون؟ قاموا يكتبون الجوريثمز بطريقة هيورستيك اللي بيها شوية داخلة عشوائية اثناء طريقة الحل، زين، ويطوق احتمال كل ما ترن البرنامج مالتك نفس الموديل نفس النموذج ينطيك مو نفس الحل، كل مره ينطيك حل ثاني. خلينا نقول رنينا 10 مرات، نطاني 10 حلول، اخذ الافرج مالتهن مثلا واقول هو هذا احسن حل قريب للاصلي، لان انا ما اقدر اوصل للاصلي، ما اقدر احلها، ما اقدر احل النموذج مالتي بطريقه اكزاكت، فاضطر استخدم هاي الطرق، أو من 10 حلول أختار لي أحسن حل أنا أتوقع قريب للأصلي. نجي هسه هاي البرنسبل، عندنا 2-6 الأوبجكتيف فاكشن فاليو أوف أني انتجر فيزيبل سولوشن، قيمة الهدف لأي انتجر فيزيبل سولوشن، لأي حل واضح صحيح، حل واضح وصحيح للمسألة الماكسمايزيشن، المسألة الماكسمايزيشن للآي بي، تنطيني لور باوند، تنطيني لور باوند على الانتجر اوبتيمال فاليو، تنطيني لور باوند المن للانتجر اوبتيمال فاليو، يعني شكو عندك انت انتجر فيزيبل سولوشن تكون اقل من الحل الامثل، هاي وين مسألة الماكسمايزيشن. مسألة المينيمايزيشن الانتجر فيزيبل سولوشن اللي عندك اي واحد تقدر انت تحصله راح ينطيك ابر باوند المن للاوبتيمال فاليو. مثلا هسه هياته ماكسمايزيشن، هنا عندك هاي مسألة اي ال بي وقاعد تاخذ لها ماكسمايزيشن، تشوف هنا هياته الحل الامثل، هياته انت عندك مال الاي بي، هاي الفيزيبل سولوشن دائما تكون اقل من عندها، فالحسب أقول أني lower bound، وطبعاً هي اعتيادي هاي تكون أصغر أو تساوي مالت الريلاكسيشن، الحل الأمثل مالت الريلاكسيشن، يعني الحل مالتنا الأمثل للإنتجر للآي بي يكون بيناتهم. بس المهم هسا إحنا نركز على هاي لمسألة الماكسمايزيشن، إذا عندي مسألة الماكسمايزيشن الإنتجر visible solution تكون هنا هاي قيد أصغر المن للحل الأمثل مالت المسألة، وبالعكس لو تعكس هذني زين راح تلقيها تمثل لي قيد اعلى الفيزبل الانتجر فيزبل سولوشن، راح تسوي لي قيد اعلى المن للحل الامثل، تنعكس هنا هاي المتراجعه. عندك هاي المساله قدامك هم باين اكسبكشن، لقي لي الابر زين واللور باوند لهاي المساله، هم احسب لي اياها بالتعويض، هم 0101 الان لازم تحقق عندك الشيء اسمه هنا القيد وشوف ايش يطلع لك.
يا هو اللي يسوي لي لور يا هو يسوي لي لور. نجي ناخذ هسه شارب ال بي ريلاكسيشن اند كونفكس هول. الكونفكس هول اعتقد انت ماخذه المنطقه المحدبه، هي المنطقه مالت الفيزبل ريجن، منطقه المنطقه الواضحه مالت الحلول. قبل شوي انا حكيت على فشي اسمه الشارب. خلنا نفرض انه احنا لقينا ال بي ريلاكسيشن، الوحده من المسائل هي اي بي اونكس انتجر براغ ضمن. اصعب شيء بالحال ان الفيزبل ريجن الانتجر فيزبل سولوشن للال بي بروبلمز تقريبا تصير بنص المنطقه مال الفيزبل ريجن اكثر من الحدود مالتها، تكون بالداخل اكثر من الحدود مالتها، فهي هاي الصعوبه اللي بيها. يعني بشكل جرافيكالي بشكل برسم البياني اللي يقع بين الانتجر سولوشن اند الكونسنترين لاينز هن عباره عن نقاط قدمناها احنا بواسطه الريلاكسيشن. هاي قبل شوي شرعتها بالبدايه من راويه الرسم، ارجع لها يا اقول قصدي هنا بالانتجر كان فقط النقاط، من سويت الريلاكسيشن ذني كلهم هم دخله صار كونتينوس. تعريف: إذا كان عندي ال بي ريلاكسيشن سو جود، جيد بشكل بحيث النقاط الفيزبل ريجن الفيرتسيز مالته هن نفسهن طلعن انتجر، فالسولوشن مالت ال بي راح يكون انتجر، وعليه مباشرة نعتبره حل للاي بي. لهسه بقول لك بالال بي ريلاكسيشن هنا يسموه شارب او ايديال. ارجع على الرسم الاول ارابيك هي قبل شويه هم حكيت عليه، بس خلينا نرجع مره ثانيه نعيده. افرض انه هي هاي المنطقه الاصليه، وافرض انه انا سويت ريلاكسيشن وريلاكسيشن مالته انطبق عليه، انطاني هدني او هو انطاني اصلا هم انتجر. خلينا نفرض ان انطاني انتجر مباشره ما يحتاج التقريب، ما لان هسه شوف ان هدني مو انتجر ترى. ف اقول اذا طلعت انتجر ومقبول الحل مالته، مقبول الحل مالته هنا عليه، فرأسا انت راح تقبله. هسه بيسموه شارب، الفيرتسيز مالته هي الرؤوس مالته. ناخذ مثال، شوف هذا المثال عندك هاي دالة الهدف maximization fx1 زائد x2، وعندك هاي هنا القيد مالته. لو اسوي له relaxation واعوضه راح الجي عندي النقطة، اعوض بهاي الصفر هذا واحد، هذا صفر هذا واحد، واشوف الرسم مالته شلون يطلع. لقيت انه الحل الامثل مالت ال بي هو 9 على 4. الحل الامثل مال ال بي هو 9 على 4. طيب خل اضيف له بعض قيود، كان عندي بس قيد واحد، خل اضيف له بعد هالقيود هذني اكثر، 3 ضفت، راح اشوف انه هنا طاني الحل 2، طاني الحل 2 معناها حصلت على شيء انتجر، هذاك كان لا مو انتجر نطاني. هنا من نطاني بهاي ضفت قيود ونطاني انتجر، هذا هسه ايش اقول؟ اقول انا على دالة الهدف اللي هي x1 زائد x2 ويا هدني القيود القيود الثلاثة، راح حتى لو اضاف لذاك القيد راح اقول ال visible region مالتي هنا شارب صارت، وهنا هسه الحل الامثل مالت ال بي نطاني حل امثل للاي بي مباشرة، مباشرة نطاني. فاذا اضافة القيود للمسألة مالت الاي بي او الام اي بي كلش مهم، راح هم اسده وبعدين اكمل.